نشرة الأخبار من التلفزة الوطنية التونسية نستهلها بالعناوين. إغلاق عدد من المعتمديات واعتبار أخرى ذات خطورة عالية بسبب تفشي فيروس كورونا ونسق تصاعدي للإصابات والوفيات بهذا الوباء. رصد للاكتظاظ ولعدم احترام البروتوكول الصحي في وسائل النقل وحملة مراقبة لمدى تطبيق هذا البروتوكول في بعض المقاهي. نفاذ وجبات الإفطار في 3 مطاعم جامعية في أول يوم من شهر رمضان واضطرار بعض الطلبة إلى اقتناء وجبات غذائية على حسابهم الخاص. السادسة من تونس، أهلا بكم. يتسم تطور الوضع الوبائي بتونس بارتفاع عدد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا وفق وزارة الصحة التي أكدت بلوغ 15 ولاية مستوى إنذار مرتفع جدا ما استوجب إجراءات إضافية لكسر حلقة العدوى من خلال غلق بعض المعتمديات بالكامل على غرار معتمديات تبورسق من ولاية باجة وطبربة من ولاية منوبة ومارث ومطمطة الجديدة من ولاية جابس والعامرة من ولاية صفاقس. تشهد معتمدية تبورسق من ولاية باجة وضعاً وبائياً دقيقاً حيث بلغت نسبة الحالات الإيجابية بها حوالي 58 حالة من بين 100 تحليل ما تطلب اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة في مقدمتها غلق المعتمدية ومنع التنقل منها وإليها إلى غاية إشعار آخر. قرار متاع إغلاق أحد المعتمديات اللي حكينا عليها عديد المرات تبورسق واللي هي التوى ما زالت تمثلنا بالنسبة لنا احنا معناتها فيها نسبة متاع إيجابية متاع التحاليل كبيرة برشا فات 60% وفيها يونانسيدانس معناتها عالية برشا توسط حتى 580,000 ساكن وهذا بينشور ينبأ وأن يلزمنا نعملوا حاجات باش نجموا نتحكموا في الوضعية هذه الوبائية. ولكسر حلقة العدوى تم اتخاذ إجراءات استثنائية في معتمدية تبورسق علها تساهم في تخفيف وطأة الوباء. الحالة منع معناها بالنسبة للانتصاب متاع الأسواق وكيف كيف زاد الحمامات والميضات معناها متاع الجوة مع كيف كيف قاعد تسكيرها. معتمدية تبربة من ولاية منوبة بدورها صنفت منطقة حمراء بعد الارتفاع الملحوظ لعدد المصابين بهذا الفيروس وفق ما ذكرته المديرة الجهوية للصحة هاجر المساوي، وقد تقرر بناء على دقة هذا الوضع الصحي غلق جميع منافذها ما عدا للعمل أو للضرورة القصوى وذلك بداية من يوم غد. كما قررت اللجنة الجهوية لمجابهة جائحة كورونا بجابس في اجتماعها المنعقد اليوم بإشراف والي الجهة غلق معتمديتي مارث ومطمطة الجديدة اللتين بلغتا مرحلة الاختطار المرتفع بعد أن سجلت كل منهما عددا كبيرا من الإصابات بالوباء. وفي ولاية القصرين يشهد معهد الشاب بالمدينة حالة من الهلع في صفوف التلاميذ والإطار التربوي بعد التأكد من إصابة 4 أساتذة بفيروس كورونا ما استوجب تعليق الدروس بالمعهد المذكور لمدة 2 يوم وسط طلبات بتعقيمه وتوسيع دائرة التقصي للفيروس. الأساتذة اليوم عبروا على تخوفاتهم من حالات الإصابة اللي صارت بالنسبة لزملائهم الأساتذة خاصة وكذلك بالنسبة للتلاميذ لأنه يعتقدوا كانوا ثم العديد من حالات الاشتباه في معهد الشابي لذلك بالاتصال اتصلوا بالفرع الجامعي وبالنقابة الأساسية للتعليم الثانوي وقرروا تعليق الدروس. وستتم عمليات التقصي حسب البروتوكولات المعمول بها بين وزارتي التربية والصحة. التقصي هو يعني حسب البروتوكول اللي وضعته وزارة التربية ووزارة الصحة مع بعضهم التقصي باش يتم حسب البروتوكول الصحي إذا كان قسم فيه شخص مصاب ولا يشتبه فيه يترفع العينة للشخص اللي يشتبه فيه ولا عنده الأعراض وبعد كين إذا كان القسم ذاك ثم أشخاص المخالطين للشخص ذاك يتم رفع عينات الأشخاص ذوك للتلامذة ذوك ولا الإطار التربوي إذا كان خالط التلميذ ذاك ولا العاملين في المؤسسة التربوية. وكانت وزارة الصحة قد سجلت بتاريخ 12 أبريل الجاري 64 حالة وفاة جراء الفيروس ليبلغ بذلك العدد الجملي للوفيات 9396 حالة منذ ظهور الوباء في مارس 2020.
تلقى مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في ثاني يوم من شهر رمضان المعظم، وهي رسالة أريد من خلالها التأكيد أن التلقيح لا يبطل الصيام. من جانب آخر، شهدت مراكز التلقيح اكتظاظا، لذلك دعت وزارة الصحة ضرورة التزام الراغب في التلقيح بالتاريخ والتوقيت المحددين في الإرسالية النصية. بغاية تلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، توجه مفتي الجمهورية التونسية الشيخ عثمان بطيخ إلى مركز التلقيح بقبة المنزة، مناسبة جدد خلالها مفتي الجمهورية أن اللقاح لا يبطل الصيام. ما حتى مشكل دينيا وأي وحتى الصحية، ما ننساش خطر، هو تلقيح ماهوش دواء، ما دواء مش يفطر، هو مش ماكلة، هو مش تغذية، ينجم يلقحوا في النهار رمضان، ما فهم حتى مشكل، ربي إن شاء الله يشفيهم. ولهذا احنا نقول لهم يا ولدي ما تخافوش، ما فهم حتى مشكلة لا من ناحية دينية لا من ناحية صحية، اجيوا لقحوا، هاني أنا قاعد نلقح باش الناس تتشجعوا يجيوا يعرفوا اللي هو راهم، فهم حتى مشكل في التلقيح في نهار رمضان. كما تم التأكيد عدم تسجيل أثار جانبية للملقحين خلال شهر الصيام. هي بالنسبة للحالات الجانبية سجلنا، لكن ما هيش حالات خطيرة وما عندهاش حتى علاقة بالصيام. دونك فما عباد عملوا أمتي ملاز حسوا بدوخة هكا بسيطة، اللي معناها حطيناهم تحت المراقبة الطبية، وكان عنا طبيب الاستعجالي اللي تلهي بيهم، وما كانش العدد كبير. هذا وسجل في أغلب مراكز التلقيح اكتظاظ أرجعته وزارة الصحة إلى عدم التزام الراغب في التلقيح بالتاريخ والتوقيت المحددين في الإرسالية النصية. علاش طالبين من المواطنين انهم يحترموا مواعيدهم؟ باش نجموا لي سنتر يتنظموا، بطبيعه المجهودات كلها مبذوله ولي سنتر محلولين كما تعرفوا من نهار 13 لتوا سبت وحد وصبيح وعشيه، والاعوان عاطين اكثر من مجهودهم، اما نطلبوا من المواطنين باش يحترموا مواعيدهم، علاش باش هما ما يستناوش؟ وقعت لنا اشكاليات في الحكايه هذه، وان اكتظاظ ولا نجرى لي برشا اكتظاظ، ولينا معناتها الوزاره رات من الصالح اللي لازمنا نحترموا معناتها التاريخ الموعد والموعد شرتو والتوقيت. دونك ما تولينا ما عادش نقبلوا الا اللي يكون عنده اس ام اس، جه اس ام اس يحدد له الوقت بالضبط والتاريخ، دونك نحترموه هذوك. اللي يجي مثلا ما مشاش مع تفلت الموعد نتاعو، هذاك لازم يدخل على المنظومه ويعمل تاجيل وياخذ الموعد اخر. العدد الجملي للملقحين تجاوز 170 ألف، رقم يعد ضعيفا ما يستوجب مزيد الإقبال على التلقيح للوصول للمناعة الجماعية. في ثاني أيام رمضان تشهد محطات النقل العمومي من حافلات المترو ضغطا كبيرا، خاصة خلال أوقات الذروة، وفي ظل جائحة كورونا يصبح الوضع أكثر تعقيدا، خاصة مع صعوبة تطبيق البروتوكول الصحي. تفاصيل أكثر حول الموضوع في التقرير التالي. هكذا كان المشهد في محطة الحافلات ببرشلونة بالعاصمة، وأيضا محطة المترو الخفيف قبل توقيت الذروة، اكتظاظ وتدافع وازدحام في وضع وبائي خطير دون تطبيق صارم للتدابير الوقائية. المواطن فسر الوضع بعدم تواتر مواعيد السفرات المبرمجة. حتى أكثر من نص ساعة نبقوا نستنى، وكل كي تتعب المحطة مترو واحد يلم خلق ربي الكل يلم. حتى ضربت ثلاث سوايع يعني من ماضي ساعة، خرجنا ماضي ساعتين ونص المترو، علاش ما وفروش النقل؟ العباد تبدي لاباس. تم الصباح توا أوقات الذروة كما تشوف توا المحطة متى فيها برشا عباد، وما الذروة البارحة حقيقة وقع اختلال كبير في الذروة. اليوم خذينا برنامج جديد باش نحاولوا نعدلوا الأوقات سفارة المترو، باش نحاولوا نهزوا العباد الماكسيموم في أوقات الذروة اللي بدات بكري. المترو معبي على الاخر ياسر، معناتها العباد لاصقه على بعضها، الناس كل تتنفس في وجوهها بعضها، ويحكيوا على البروتوكول الصحي على الاقل كل ربع ساعه نص ساعه مترو، باش على الاقل العباد تتفاضى هكا، يتفاضى المترو شويه، العباد الكل بالبافيت في المترو مي فوق بعضهم، فهمت؟ اول حاجه معناها نتعدوا للجانب تاع التوعيه
فهمتني؟ ومن بعد باش نتلزوا الى جانب الردع اللي هو الخطايا مع وزاره الداخليه اللي هي الخطيه نتاع 60 دينار، عملها نتاع وسيله نتاع مرور باش يلبس البافيت باش يطلع في المترو، وكي يطلع في المترو ينحيها. للتخفيف من حده الضغط الحاصل على بعض الخطوط في اوقات الذروه، اكدت شركه نقل تونس انه تم تداركه بتعزيز سفرات اضافيه. عندنا اون ايكيب على عين المكان قاعده تعين في الخطوط بالوقت، والخط اللي تشهد اكثر اكتظاظ من الخط من غيره دونك تقع عليه افكتاسيون تاع الماتيريال دو تال فاسون انه الخط اللي فيه برشا اكتظاظ ناخذه من اللي اقل اكتظاظ ونحطه في الاكثر اكتظاظ. واليوم باش نزيدوا نعززوا ان شاء الله المواقيت نتاعنا الاخرانيين بالكل قبل شق الفطر، جوست قبل شق الفطر، خاطر نعرف فما ناس يتشدوا لاخر الوقت، دونك باش نلقاو اليوم ان شاء الله حتى الوقت نتاع شق الفطر عندنا فيه دونك متروات تخدم. كل المعدات الموجوده حطيناها على الذمه، ان شاء الله في السنوات الجايه باش تدعم الاسطول باش تحسن الخدمات. ويذكر ان شركه نقل تونس تؤمن ما يقارب 10,000 سفره يوميه على كامل الشبكات، رقم يظل غير كاف لتامين تنقل المواطنين في ظل ظروف استثنائيه. في اول ايام رمضان وتوازيا مع اقرار حظر الجولان من الساعه 10 ليلا الى 5 صباحا، يشكو اصحاب المقاهي من قلة ساعات العمل بعد الإفطار، في حين انطلقت وحدات الشرطة البلدية في القيام بحملة مراقبة لمدى تطبيق البروتوكول الصحي. على عكس رمضان الفرد، سمح للمقاهي والمحلات التجارية بفتح أبوابها أمام الحرفاء بعد الإفطار وإلى غاية الساعة 10 ليلا موعد بدء حظر التجول. وبين شوارع العاصمة ومختلف الأحياء حيث جالت عدسة الكاميرا كان المشهد نفسه، مقاهي ومحلات المواد الغذائية مفتوحة وسط شكاوى من أصحابها وعمالها من عدد الساعات المسموح بها للعمل. شو الفرق بين عام الأول سنة مشوا على ساعتين من زمان؟ معناها الماكينة تسخن وبعد يهوش يشرب قهوة سكرنا روحنا كاو. يا تحلوا نخدموا نورمال، يا ما تهيا تسكر. هذه باش تعطيك ساعة ساعة ونص وقتاش تخرج من دار وقتاش من بعد. وان بليس مون ترونسبور ما تعرفش عليه موجود ولا مش موجود، حتى باش تشد خدام يخدم على روحه ما يجيبش يخدم. خير من البلاش. هو حقها محلولة. على خاطر باش الكيران تخدم بسهولة والقهاوي بسهولة وكذا، خاطر كي تعطينا الوقت ضيق. الناس كل باش تتلم فيك الساعتين. إيه أنا كيفاش نجي باش ناخذ تاكسي وترونسبور ونجيب شقان فاطر يفيد، ومن بعد كيفاش نروح ما فماش ترونسبور هكا ولا باش ناخذ تاكسي؟ يعني هذا 15,000 وأنا ناخذ في 20,000، إيه بقداش أنا باش نصور؟ تخدم ثلاثة سوايع قال لك باش نقص لك أنا في الجورنات. تطبيق البروتوكول الصحي من عدمه في المقاهي مسألة مثلت محور حملة مراقبة قامت بها وحدات الشرطة البلدية بالعاصمة، حيث تم تخطئة المخالفين. فبعيدا عن عدسة الكاميرا التي منعت من التصوير، مخالفات بالجملة منها استعمال الشيشة والكؤوس البلورية. قالوا لنا نقصنا نحي الكراسي نحينا الكراسي، سكروا الأربعة سكرنا الأربعة، قال نطبقوا فيه. يبدأ واحد عنده سباس كبير يخدم عليه، الناس تبدا قاعد بعضها لبعضها، الناس منها اما تشوفك اللي سبا صغير تنجم الناس فما شويه قلق غادي تو كيما الشيشه تحرم علاش احنا فيها من التراس، انت خليها هكا التراس وبعد على الصالات وبعد على كل شيء. حكيت عقليه تو انا ما ريتش واحد مثلا بتباعد بين الكرسي وكرسي، ما ريتش واحد لابسين بافيت، ما ريتش انا واحد الاخر يتكيف ولا ينفخ في وسط الاخر، الاخر يكح منا، الاخر يعصم منا، الاخر كذا، ومن بعد يقول لك هو ضربنا بالكورونا. بين العمل وكسب القوت من جهه وما يحتمه الوضع الوبائي من التزام باجراءات البروتوكول الصحي من جهه ثانيه، تظل وضعيه المحلات التجاريه وخاصه منها المقاهي تثير تساؤلات عده حول الحلول التي ترضي جميع الاطراف. اقترحت الجامعة العامة للتعليم الثانوي تعليق الدروس لمدة 10 أيام بكافة المستويات الدراسية باستثناء الأقسام النهائية أي البكالوريا والتاسعة أساسي، وذلك نظرا لتدهور الوضع الوبائي بالمؤسسات التربوية، وفق ما أفاد به الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الثانوي نبيل الحمروني. وأوضح الحمروني في تصريح إعلامي أن الجامعة تلقت جملة من التقارير تؤكد أن سلامة الإطارات التربوية والتلاميذ معرضة للخطر الكبير بسبب الارتفاع المخيف لعدد الإصابات بهذا الفيروس داخل المؤسسات التربوية، مع غياب تام لتطبيق البروتوكول الصحي بها بسبب الافتقار إلى جميع وسائل الوقاية.
يقضي العديد من الناس شهر رمضان بعيدا عن العائلة، وهو المعروف بطقوسه الرمضانية الأسرية. في هذا الروبورتاج نتعرف على أجواء هذا الشهر الفضيل عند الطلبة من خلال متابعة إفطار طالبتين. وإن تمكنت من الحصول على وجبة إفطار، فإن البعض الآخر لم يتمكن من ذلك في عدد من المطاعم ببعض ولايات الجمهورية. يوم مرهق بعد سهرة مراجعة طويلة استعدادا لامتحان في أول أيام شهر رمضان، وأصبح أكثر إرهاقا في رحلة بحث عن وجبة إفطار من المطعم الجامعي بالرابطة. هكذا قالت الطالبتان أميرة وصفاء. احنا روحنا الفويه ومن بعد نزيدو نرجعو للريستو باش نجيبو فطورنا ونزيدو نرجعو، دونك تعب الحكايه شويه. اكثريت لحالو شنو نعملو كوليكت وناخذو تاكسي مع بعضنا. رحلة مكلفة للطالبتين انتهت بهما بعد إجراءات إدارية داخل المطعم، أين تمكنتا من أكلتي إفطار. نواصر وعنا شرب أفريك وعنا سكالوب قري مشوي وعنا سلطة وعنا بريك. تظهر بنينة ما نعرفش، نجرب ونحكم. أما بخصوص الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، فقد عرفت اختلافا في مدى تطبيقها من فضاء تحضير الأكلات وتوزيعها إلى خارجه. هي ارتداء الكمامات، هي التباعد، ولو أنه التباعد نحكي فيه معناها حتى على المستوى العملي والفعلي ماهوش مطبق في أي في كما يجب. ديما فما نظافة معينة متاع تجفيل السلاطة، متاع الطرق معينة في غسيل الماعون، طرق كل شيء حفاظا لسلامة الأكلة باش تخلط أكلة نظيفة وسليمة للطالب. رحلة العودة انتهت بصفاء وأميرة إلى المبيت الجامعي أين تقيمان وفي البال عائلة بعيدة. صعيبة شوية، أما معايا صاحبتي مانيش واحدة. البارح نبكي حسيلو مش كيف خاطر لنا وحدك تشوف كديش تعبنا على الماكلة امشي وارجع. أكلة إفطار ولئن توفرت بهذا المطعم الجامعي فإنها لم تكن كذلك في ثلاثة مطاعم جامعية أخرى بكل من سوسة وبن عروس وبن زرت، وهو ما جعل الطلبة يضطرون لاقتناء وجبات على حسابهم الخاص، وفق ما ذكره ماهر بن ظاهر الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام لطلبة تونس. وينضم إلينا عبر الهاتف رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي مختار المحوشي. سيد المحوشي أهلا بك وشكرا جزيلا لك على قبول التدخل معنا. شكرا جزيلا وتحية إلى سيدات والسادة مشاهدي قناة الوطنية. شكرا. ما هو سبب هذا الإخلال في توفير وجبات الإفطار الكافية؟ شكرا. هو في الحقيقة ما وقع تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي ولا في تقريركم فيه جانب الصحة، وهذه ضمن قروبيه، لكن فيه كذلك الكثير من عدم الصحة. أحب أركز على ثلاثة حالات لو تسمح. الحالة الأولى هو في المطعم الجامعي في الموروج. يجب أن تعرف اللي كون المطعم هذا رو مطعم فيه أشغال، والأكلة جي من مطعم بن عروس مال في وقت 350 جاب 400، بقاو 10 ولا 20 عدد ضعيف من الطلبة، وإحنا ما نحبوش حتى واحد بركي ما يفطرش. هذاك علاش أنا واحد باسمي الخاص وباسم فريق الإيجابي نعتذر للطلبة هذم، وإحنا عطينا تعليمات باش أي إنسان ما يبقاش بلاش أكلة في شهر رمضان معظم. لماذا لم يتم سيد محواشي لماذا لم يتم تدارك الوضع مباشرة عند انتهاء الأكلات ليلة الأمس؟ رؤساء المطابخ قادرون على توفير الأكلات لعشرين شخص تقريبا، هذا مطروح. الإشكالية اللي قلت لك عليها هو المطعم ما يخدمش، عنده عميل هو في الأشغال يجيبوله من بن عروس، معناها نجيبوله مطعم آخر. ولهذا هذاك علاش احنا الإجراءات اللي خديناها اليوم هو كونها يلزم يجيب بما يكفي وأكثر ما يكفي. الحالة الثانية نحب ندخل فيها هي بتاع السقف اللي وقع تداول اللي كون ضوء قص بغير قص مدة 15، أما 750 طالب خذوا الأكلة متحم لأن الضوء رجع بعد درجين. الحالة الثالثة هو المطعم تاع سيدي بوسعيد. لازم الناس تعرف اللي كون المطعم تاع سيدي بوسعيد عمره ما خدم 2001 في شهر رمضان، وإن جينا الطلب البارح قلنا اليوم يلزم يخدم المطعم حتى ولو عدد الطلبة ضعيف، ما يلزمناش نخلو حتى طالب ما يفطرش. هذاك علاش بالنسبة لنا احنا ثلاثة حالات خذينا إجراءاتنا وعطينا تعليماتنا باش الخلل هذا ما يقعش. لكن في السادة المشاهدين يلزم يعرف اللي كنا في 82 مطعم آخر
ثم مجهود كبير بتاع عمل مؤكد، هذا مؤكد فهم عمل وموظفين ومسؤولين شكرا جزيلا عقلة جيدة، وإن شاء الله لتفادي هذه ما عادش تقع حتى مشكلة في النوع من نوع هذا في الأكل. شكرا جزيلا لك سيد مختار المحويشي رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي على هذه التوضيحات. إذا مشاهدينا الكرام هكذا وصلنا لنهاية النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. إغلاق عدد من المعتمديات ذات خطورة عالية بسبب تفشي فيروس كورونا ونسق تصاعدي الإصابات والوفيات بهذا الوباء. رز الاكتظاظ ولعدم احترام البروتوكول الصحي في وسائل النقل وحملة مراقبة لمدى تطبيق هذا البروتوكول في بعض المقاهي. نفاذ وجبات الإفطار في 3 مطاعم جامعية في أول يوم من شهر رمضان واضطرار بعض الطلبة إلى اقتناء وجبات غذائية على حسابهم الخاص. أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.